محمد عبدو. بسم الله والصلاة والسلام على خير المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير الأول المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمين. لقد طارت الأيادي الأثيمة للإرهاب الظلام الماضوي بلدنا ليلة يوم الجمعة الماضية، وعاشت بلادنا امتحانا عسيرا صاعقا وقاسيا، لكنها واجهته بكيفية جعلتنا جميعا نعتز لانتمائنا لمغربيتنا ومؤسساتنا الراسخة تحت قيادة ملكنا أمير المؤمنين. صمام أمان هذه الأمة المتماسكة والقوية إزاء أفراحها وأقراحها. إننا في التجمع الوطني للأحرار نعتبر أن مسيرة وطنية جديدة ولدت ونجمت عن أحداث يوم الجمعة الأسود. مسيرة وطنية جديدة رسخت تشبتنا ونضالنا بجانب ملكنا وحكومته من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي لا مكان فيه إطلاقا لأي نموذج مجتمعي ظلامي ماضوي متطرف منتج للتهور والحماقة والعبث. مسيرة وطنية جديدة رسخت ثقتنا واعتزازنا وتشبتنا بثوابت الأمة ومؤسساتها، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية ضامنة الوحدة والاستقرار والأمن والتقدم ودولة القانون والحريات. مسيرة وطنية جديدة عمقت تعاون وتلاحم الشعب المغربي مع أجهزة الدولة الصاهرة والحامية لأمنه وأمانه. أحد تجلياتها العظيمة مساهمة أفراد الشعب المغربي في تعقب المجرمين واعتقالهم وتقديمهم إلى رجال الأمن. مسيرة وطنية تم الربط فيها على الإرهاب الظلامي بإضاءة الشموع، وعلى القتل بالتشبت بالحياة، وعلى الخوف والجبن بالشجاعة والصرامة والثقة في النفس، وعلى محاولة الزعزعة والإرباك بضبط النفس والتضامن والمساواة، وعلى التيئيس بالتفاؤل والتطلع إلى غد أفضل ملؤه الثقة والاستقرار والتنمية المستدامة. هذه هي الحصيلة التي لم يكن ينتظرها إرهابي يوم الجمعة الأسود. هذا هو خطاب الشعب المغربي وحكومته بقيادة ملكه المحبوب إلى الإرهاب الدولي. إنها رسالة المغرب إلى العالم الذي تلقاها بإعجاب كبير. السيد الرئيس، السيد الوزير الأول، السيدات والسادة، لقد سألتنا وتسائلنا هذه المسيرة الوطنية الجديدة المتمخضة من رحم محنة يوم الجمعة الأسود، سألتنا وتسائلنا بإلحاح حول عدد من القضايا والإشكاليات، أهمها أنها تسائلنا كدولة وجماعات محلية وأحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية ومجتمع مدني عن مدى قيامنا بمسؤوليتنا كاملة في تأطير المجتمع وخاصة الفئات الأكثر هشاشة فيه، وتوفير شروط نموها وتفتحها ماديا ومعنويا. إنها تسائل السياسات العمومية والمجتمعية المتعاقبة في مجال التربية والتنشئة الاجتماعية وفي التخفيف من الفوارق الاجتماعية وفي محاربة الفقر والأمية والجهل، وهي منابت يسهل فيها على الإرهاب الدولي إيجاد وكر له فيها ولو كان رخوا مثل ما نعتقده فيما جرى يوم الجمعة الأسود. ثم تسائلنا هذه المسيرة الوطنية الجديدة عن مستوياتنا وهفواتنا عندما تسامحنا مع الإرهاب اللفظي والإيديولوجي وتقصيرنا البيداغوجي والفكري في تجديد فهمنا لديننا بشكل يتلائم مع عصرنا ومتطلباته. إن هذه المساءلات وغيرها تطرح بحدة بعد أحداث يوم الجمعة الأسود أكثر من أي وقت مضى، ولا بد أن نتعاون جميعا دولة ومجتمعا مدنيا في الإجابة عليها. ونؤمن في التجمع الوطني الأحرار أن التلاحم حول المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي
يتبلور بثبات وإصرار بإبداع وتوجيه من جلالة الملك، يشكل أفقا استراتيجيا يتعين علينا جميعا التعبئة المتواصلة من أجل تحقيقه. سيد رئيس، اسمحوا لي أن أعبر بصدق باسم فريق تجمع الوطني الأحرار عن تنويهي بالمعالجة الحكومية لمخلفات وتداعيات هذا الحدث المأساوي الأليم بقيادة وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين ضامن الأمن والاستقرار ببلادنا. وقد كانت هي الحقيقة وكانت في الحقيقة معالجة سريعة هازمة فعالة شفافة ومتبصرة. اسمحوا لي أن أنحني اعتزازا أمام قوات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة الذين عملوا على احتواء الصدمة الهائلة في ظرف قياسي بدعم وإسناد من قواتنا المسلحة الملكية الباسلة. واسمحوا لي أن أنوه بالجهود الجبارة التي بذلها مختلف المتدخلين العموميين والخواص في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية. واسمحوا لي أن أنوه بالروح الوطنية العالية والمهنية الرفيعة التي أذانت عنها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عبر تنويراتها الإخبارية والتحليلية حول ما جرى. واسمحوا لي أخيرا أن أنحني بإجلال أمام أرواح ضحايا الإرهاب والغدر وأن أرفع باسم فريقي التعازي إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة أبو الأمة وإلى جميع أفراد الضحايا وأقربائهم، وندعو الشفاء العاجل لكل المصابين ولكل جرحى. إننا في التجمع الوطني الأحرار متفائلون رغم كل الذي جرى يوم الجمعة الأسود، فالإرهاب لن ولن يستوطن ببلادنا، ولا مكان لفتنة في هذه الأرض المطمئنة الآمنة، أرض تعدد الديانات ومنتقى الحضارات. فتربة الإرهاب ليست من تربتنا، وذهنيته ليست من ذهنيتنا، وظلامه ستحترقه وتبدده شموعنا وقلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.